عليكم. عليكم السلام. بقول لك يا صاحبي الشيبس ده بكام؟ شيبسي ب 5 جنيه صح. 5؟ طيب طب الدوريتوس ده بكام؟ 7 جنيه يا معلم. 7؟ ماشي. طب الكرانشي ده بكام؟ 5 جنيه يا صاحبي. ب5؟ طب بقول لك ايه، انت عندك ايه تشرب؟ عندي كل حاجه تشرب يا صاحبي في الثلاجه اللي جنبك دي. في الثلاجه؟ ماشي يا اخويا. بقول لك يا صاحبي العصير ده بكام؟ ب12 يا صاحبي. ب12؟ لا غالي قوي، مش مهم بقى. طب البرتقال ده بكام؟ ب10 يا صاحبي، ب10. لا انا اصلا باكل البرتقال. طب بقول لك ايه، انت عندك بيبسي؟ استغفر الله العظيم يا رب على الصباح الطين دي. اه يا صاحبي عندك بيبسي في الثلاجه اللي ورا. الثلاجه اللي ورا دي؟ ماشي يا اخويا. بقول لك ايه، الراني دي بكام؟ ب12 يا صاحبي. ب12؟ لا برضه غاليه، هرجعها مكانها. بقول لك يا صاحبي عندك اندومي؟ لا هو على السنه السوداء دي. اه يا صاحبي الاندومي جنبك اهو. اه جنبي فات. معلش يا صاحبي بالراحه عليا شويه. الاندومي بكام؟ ب12 يا صاحبي، والله ب12. 12؟ يا عم انت سعرك غالي ليه كده يا عم؟ ده اندومي يعني. بقول لك يا صاحبي معلش انا تعبتك معايا. السلام عليكم. نعم يا ابن البرد يا رخم، والله انا قافل المحل ده بسببكم، هشتغلها تاني يا شغلانه الطين دي، كفرتوني يا راجل.